التاسع. شكرا للزميل سعد بن متلع العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج شوطا تلو شوطا. وها هي انطلاقة الشوط التاسع، والشوط التاسع مخصص للقاية المحليات الأصايل لأصحاب السمو والشيوخ، وجائزة هذا الشوط سيارة للمركز الأول وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط القادمة. نتابع وياكم مقدمة هذا الشوط ووافيكم بالنتائج أول بأول. ناخذ الآن في مقدمة هذا الشوط عرى من بعد شعار هجن العاصفة في مقدمة هذا الشوط. عرى الآن في المركز الأول لهجن العاصفة، أيضا المركز الثاني لهجن العاصفة، والثنين التضمير والتدريب عند حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. عرى الآن في المركز الأول شاهين لهجن العاصفة، وفي المركز الثاني المارد لهجن العاصفة. المركز الثالث ناخذ اللي في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سالم بن حمد بن هيان العامري واسمه الأسد. وفي المركز الرابع ناخذ اللي في المركز الرابع في هذه اللحظات أرى شعار صاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود بقيادة المضمر. المضمر نشوف وناخذ المضمر راشد بن طالب بن شريم المري مضمر طماع اللي في المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة المضمر حامد بن علي بن أحمد. وفي المركز السادس، المركز السادس خيال لهجن الرئاسة بقيادة المضمر حمد بن شطيط الوهيبي. وفي المركز السابع، المركز السابع نشوف وناخذ اللي في المركز السابع الدرعي لسمو الشيخ زايد بالمر بن مجتوم المجتوم بقيادة المضمر حمد بن علي العويسي. وفي المركز نشوف وناخذ اللي في المركز التاسع، المركز التاسع في هذه اللحظات سليل في المركز التاسع لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز العاشر ناخذ اللي في المركز العاشر، المركز العاشر نشوف وناخذ اللي في المركز العاشر صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن سالم المسافري. هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل، ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام إلى مقدمة هذا الشوط وإلى التغيير. أرى الآن خيال يغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط لهجن الرئاسة بقيادة المضمر حمد بن شطيط الوهيبي. ومنو يلحق الخيال؟ الخيال ينشاف بس ما يلحق. يا سلام. ننتقل وإياكم إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني شاهين لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وصل الدرع، الدرعي وصل، وصل الدرعي وكفته مليئة بالترشيحات. الدرعي لسمو الشيخ زايد بالمر بن مجتوم المجتوم بقيادة المضمر الشاعر حمد بن علي العويسي. المركز الرابع، المركز الرابع المارد لهجن العاصفة المركز الرابع من الجانب الثاني الأسد. في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سالم بن حمد بن نهيان العامري. وفي المركز الخامس، المركز الخامس طماع، طماع يطمع بفوز هذا الشوط، طماع في المركز الخامس لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود بقيادة المضمر راشد بن طالب بن شريم المري. وفي المركز نشوف السابع سليل يتسلل، يتسلل من مركز إلى مركز لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد
بن حمد بن غدير الاجتبي المركز الثامن. المركز الثامن هنا اللي في المركز الثامن أرى معدي لهجن الرياسة بقيادة المضمر سهيل بن حمد بن دري الفلاحي. وفي المركز التاسع شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز العاشر شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط 1200 متر عن خط النهاية. يا مضمرين ديروا بالكم، بدينا نقترب من لوحة الكيلو متر الأخير. بقيادة الدرعي يتسلل ويغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط كما عودنا دايم وعود جماهيره ومحبينه. ها هو الدرعي تشاهدونه على شاشة التلفزيون في هذا الموسم. ما ذاق طعم الهزيمة، صاحب إنجاز على أرضية ميدان اللبسة بإمارة أم القيوين. وها هو الدرعي تشاهدونه على شاشة التلفزيون ينفرد بمقدمة هذا الشوط بدون أي أوامر تذكر من المضمر والمدرب والذي يقوم بالعناية التامة السيد حمد بن علي العويسي. يا سلام، مضمر خمس النجوم يا سلام يتواجد مع الدرعي في مقدمة هذا الشوط بدون أي أوامر. ركضت الغاي وبانت المنصة وبان خط النهاية بقيادة الدرعي. يا سلام يا سلام، وسليل واصل، دير بالك يا العويسي، سليل قادم بقوة. لكن الدرعي متدرع في مقدمة هذا الشوط كما عودنا كما عود جماهيره ومحبينه. تهانينا من الأعماق للسيد زايد لسمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم المكتوم، وإلى المضمر حمد بن علي العويسي. سلام سلام عليكم يا هالمدينة دبي، واسعد الله صباحكم يا هالمغافة. تهانينا من الأعماق لسمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم المكتوم على فوز الدرعي بالمركز الاول. المركز الثاني سليل لهجن العاصمه، المركز الثالث لهجن الرياسه، المركز الرابع لهجن الرياسه، المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. بقية المراكز نترك لأعضاء خط النهاية. نشاهد التوقيت الزمني، ساعة وصول الدرعي إلى خط النهاية بعدما احتل المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. قاطع المسافة 5 كيلومتر في زمن وغدره 7 دقائق 42 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم المكتوم، وتهانينا ايضا لسمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم. تهانينا للمضمر حمد بن علي العويسي والذي وصل في المركز الثاني سليل قاطع المسافه في 7 دقائق 46 ثانية بالوفو والتمام. تهانينا لهجن العاصمة، تهانينا أيضا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي والذي وصل في المركز الثالث خيال قاطع المسافة 7 دقائق 46 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمضمر حمد بن شطيط الوهيبي والميكروفون.